قلت مصالحنا من أجل حادث انتشال لطفلين ضحيتين يبلغان من العمر 7 سنوات و13 سنة. الطفلان كان متواجدان على مستوى بركة مائية بقرية مولاي تهامي التابعة لبلدية ودائرة سيدي بوبكر. للأسف الشديد تعد هذه الحالتان إضافة إلى الحالات إلى حالتين أخريتين تم تسجيلهما، ليتم تسجيل 4 حالات على مستوى ولاية صعيدة ماتوا غرقا في المسطحات المائية. أما على المستوى الوطني فقد تم تسجيل ارتفاع أيضا جد محسوس في عدد الغرقى، فبداية من الفاتح من جوان تم تسجيل أزيد من 171 حالة غريق على مستوى الوطني، منها 55 غريق فقط على مستوى المسطحات والبرك المائية. ومن هذا المنبر لا يسعنا سوى توصية الأولياء وكل الوالدين من أجل عدم ترك أبنائهم في مثل هذه الأماكن الخطيرة وتفقدهم تقليلا لضحايا آخرين.